وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام، نعود مرة أخرى لنزكي نفوسنا ونشرح صدورنا وتسبح الأرواح مع القارئ الكريم فضيلة القارئ الشيخ ماجد أسامة الشيتي القارئ والمقيم بالخور، فليتفضل مشكورا. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون، إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي،
يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم ذلكم الله ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا فالق الإصباح وجعل الليل سكنا فالق الإصباح وجعل الليل سكنا الشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير
الخير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها، لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا الآيات، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو مستقر ومستودع. يا رب وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل
من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه يا رب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه والزيتون ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه والزيتون والرمان
متشابها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا لله شركاء وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم 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 وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه. سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم بديع السماوات والأرض أنّى
يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا ذلكم الله ذلكم الله ربكم لا إله إلا كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ صدق الله العظيم. تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ ماجد أسامة الشيخي القارئ والمقيم بالخور عبر أسير الإذاعة المحلية وهندسة الكهرباء العالمية وقصر الضيافة المتنكل وكبرى مخازن الفراشة إدارة ومخازن الأستاذ أحمد نبيل بزيد بمدينة أشمون. يا سادة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.